بعد رفع الدعم عن الدواء وارتفاع أسعاره ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة وازدياد معاناة المواطنين في توفير الأدوية اللازمة لمعالجاتهم، تعمل نقابة الصيادلة لتأمين البطاقة الدوائية للمواطنين للاستفادة منها والحصول على أدويتهم. وبحسب المشروع فإن هذه البطاقة تستهدف جميع المواطنين وخصوصا أولئك الذين يعانون أمراضا مزمنة في المرحلة الأولى والأمراض الأخرى في المرحلة الثانية، على أن يجري الحصول عليها من خلال برنامج مشابه لذلك الذي يستخدم لتسجيل اللقاحات مع وضع حال المواطن الصحية والأمراض التي يعانيها. البطاقة مسبقة الدفع ويجري العمل لإطلاقها لتكون مرتبطة بنظام تعاقب الدواء أو تراكينج سيستم الذي يربط المواطنين بالصيدليات ووزارة الصحة، ما يسهل تاليا تتبع بيع الأدوية ومحاربة أي احتكار أو فساد يحصل بهذا الصدد. مشروع البطاقة الدوائية أطلقناها لأنه نحن أولا شفنا أنه بوزارة الصحة هنالك آلية معينة لبطاقة دوائية، ولكن أضفنا إليها ما يسمى بالبريبايد كارد، أي ما يعني أنه المواطن يكون معه بطاقة مدفوعة سلفا فيها كمية من الأموال تعبأ شهريا، وبتتيح لكل مواطن لبناني يقدر يحصل على دواء من قلب الصيدلية ببطاقة بمرقها عند الصيدلة ومن خلالها بيقدر يشتري هالدواء. خلينا ننشئ فورا بلاتفورم نسمح لكل مواطنين المرضى يتسجلوا على هيدا البلاتفورم، هي كل واحد حسب المرض المرض تبعه، بالتالي منكون هوية دوائية لكل مريض لبناني. أما السؤال الذي يطرح نفسه في كل مشروع فهو طريقة التمويل وكيفية الحصول على الأموال اللازمة لمثل بطاقة كهذه. ونحن وزارة الصحة رح نسعى لتمويل هيدي البطاقة من الجهات المانحة، أكان صندوقنا الدولي، أكان الأمم المتحدة، أكان الاتحاد الأوروبي، أو أي سفارة أجنبية أو محلية أو عربية حابة تساعد الشعب اللبناني. وبإطلاق هذه البطاقة يعود إلى الأذهان موضوع البطاقة التموينية والمسار العسير الذي مر به، فهل يكون مصير البطاقة الدوائية مشابها؟ نحن بنعرف كان هنالك ما يسمى بالبطاقة التموينية، لأنا بعتبرها بطاقة انتخابية وما قدروا أمانوا لها التمويل. هذه البطاقة الدوائية احنا عم نقول لهم القرض الميسر لديكم، أي أيتها السلطة، القرض الميسر لديكم حولوا لها البطاقة الدوائية. موضوع الدواء لا يؤجل، يمكن تأجل موضوع دعم المحروقات أو بطاقة تموينية بتشمل الأكل، ولكن ما فيك تأجل شيء بيتعلق بصحة المواطن وبالدواء اللي هو مسألة حياة أو موت. نحن كنقابة صيادلة عم نعمل كل جهتنا لأنه تبصر النور وما تنحط بالأدراج. إذن هي محاولة من نقابة الصيادلة لتحسين الواقع الدوائي في البلاد وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بطاقة قد تكون متنفسا لشعب يعاني ما يعانيه في توفير أدويته في زمن أصبح العلاج فيه متاحا للمقتدرين فقط. محمد فرحات، قناة الجديد.